والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم أجمعين، أكرم خلق الله على الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نكمل التعليق على بعض حكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى بتوفيق الله مستعينين به مستفتحين برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث هو خزانة العلوم الاصطفائية. فما من علم يعلم من علوم الحقائق والشريعة إلا وله مستمد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الديم صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت الله أعلم، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري، فتجلى لي كل شيء وعرف، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم. فكل عالم استمد العلوم هذه من اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صدق توجهه إلى الله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته وطريقته صلى الله عليه وسلم. فكلما صدقت في اتباعه وأخلصت في ذلك، علمك من الله سبحانه وتعالى من لدنه علما. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل بما يعمل بما من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. ويقول في القرآن: واتقوا الله ويعلمكم الله. ويقول أيضا: وعلمناه من لدنا علما. فالمسألة مدارها على التقوى، ثم تفتح بعد ذلك خزائن العلوم، حيث أن الإنسان مركب من روح وجسد، والروح أصلها نوراني لطيف لها تعلق بالله، فأصلها أصل فيه كثير من العلوم. فالروح بطبيعتها علامة دراكة، فلما اختلطت بالجسد وانتقلت من حال إلى حال طرأ عليها النسيان، فصارت تتسم بالجهل فتحتاج لاكتساب العلوم. فإذا تحرر الإنسان من أدران الجسد والبشرية وتصفت روحه، تعود إلى ما كانت عليه من الإدراك والعلم الأصلي، حيث أن الله سبحانه وتعالى أخذ على بني آدم العهد وهم أرواح، فشهدوا له بالوحدانية وبالمعرفة، عرفوا الله، حتى أهل النار عرفوا الله وشهدوا له بالمعرفة، حيث كانوا أرواح في عالم الغرب. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. عرفوا الله حيث كانوا أرواح، فلما اختلطت الأرواح بصلصال الأجساد انتقلت من طور إلى طور، فنسيت كثيرا من علومها، فاحتاجت للرسل فاتبعت الرسل، فمن صدق في اتباع الرسل تصفت روحه فعادت إلى ما كانت عليه من العلوم المعلومة لديها، فيعلمها الله ويفتح لها من خزائن العلوم بصدق الاتباع. ونماذج هذه العلوم التي فتحها الله على العباد حكم ابن عطاء الله، تجد رجل مثل ابن عطاء الله يأتي بكلمات كالحكم تعد حكم، يصعب ان الانسان عادي يكتب منها سطر واحد، ولكنها هي بتعليم الله له. لما صدق في التشريع في الشريعة وفي الطريقة والحقيقة صدقه الله، فعلمه مفهوم الشريعة والحقيقة والطريقة في ألفاظ معدودة عدها العلماء من الحكم. وحكمة اليوم تقول: لا تتعدى
نية همتك إلى غيرك، لا تتعدى نية همتك إلى غيرك. فالكريم لا تتخطاه الآمال، لا تتعدى نية همتك إلى غيرك. فالكريم لا تتخطاه الآمال، أي أن العبد في سلوكه إلى الله عليه ألا يتعلق أمله إلا في الله، ولا يتعلق همته إلا بالله، فيطلب من الله كل شيء الصغير والكبير، فهو مفتقر إلى الله في أكبر الأشياء ومفتقر إلى الله في أدق الأشياء، فلا يستغني عن الله طرفة عين، ويعلم أن الله هو الدار النافع الرزاق، بيده ملكوت كل شيء، يجير ولا يجار عليه، يحدث في الأكوان كل ما يحدث بمشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلما علم العارف ذلك تعلقت همته بأصل الهمم، وتعلقت همته بأصل العطايا، وتعلقت همته بالوهاب الرزاق، فعلقها بالكريم. والكريم هو الذي إذا لم يسأل يغضب، وإذا سئل أعطى أكثر مما سئل، وإذا حاسب يغضي الطرف عن الكثير. وهذه كلها صفات الله عز وجل. إذا حاسب العبد يوم القيامة يظهر له بعض أعماله لكل أعماله، فإذا أقر ستر عنه كثير من الأعمال الأخرى فلا يحاسبه تفصيلا سبحانه، وإذا حاسب بعض العباد تفصيلا يحاسبهم لأن تعلقت ذمتهم لديه بكثير من المساوي، فيجعل لومه لهم نوع من التصفية، حيث أنهم لم يصفوا نفوسهم في الدنيا فأراد أن يصفيهم حال حسابه سبحانه وتعالى. فلذا لا تتعدى نية همتك، والهمة هي القوة الباعثة على فعل الشيء، هي دي الهمة، الدافع، يسموه الدافع عند علماء النفس، موتيف ان انجلش، الدافع، الحاجة اللي بتزق، الحاجة اللي تخليك عندك حماس تعمل الشيء، هي دي الهمة. إذا ارتبطت الهمة بالقصد مع الفعل تسمى نية، إنما طول ما هي عمل في القلب ولم يظهر على الجوارح يبقى همة، فإذا ترجمت إلى فعل وحركة صارت نية. فالنية هي القصد المطابق للعمل، والهمة هي القصد المتأخر عن العمل أو السابق له، واضح؟ فلا تتعدى نية همتك إلى غيره، أي لا تجعل نيتك في الأعمال سواء كانت أعمال قلوب وهي حركة القلب إلى الله بالمعرفة والتعرف والتخلية والتحلية، أو حركة الجوارح في أعمال الطاعات، لا تجعل هذه الأشياء كلها تكون إلا لله، لأنك لو فعلتها لغيره وكلك لغيره، وإذا وكلك لغيره فغير الله عدم، فتجد أنك وكلت إلى العدم فلا تحصل على شيء، فكل ما سوى الله باطل، ألا كل ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائله إلا نعيم الجنة بإذن الله. فلا تتعدى نية همتك إلى غيره في أعمال القلوب أو أعمال الجوارح. فالكريم لا تتخطاه الآمال، لأن الله كريم، فكيف تترك أملك يتخطى الكريم إلى اللئيم؟ كل ما سوى الله فيه لؤم. ليه؟ لأن أي مخلوق إذا قصدته لشيء وأدى إليك خدمة يسدي إليك خدمة وفي باله نوع من المصلحة، لابد يبقى في مصلحة ما هيحصل عليها، ولو تكن هذه المصلحة حسن السمعة بس، تكن مش شرط يعني هات وخد. إلا الله هو الكريم يعطي بمحض فضله، انظر كيف يعطي الله سبحانه وتعالى للكفار فضلا عن عصاة المسلمين،
يبارزونه بالكفر علانية ليل نهار منذ خلق السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، وما زال يعطيه سبحانه، فيعطي كل شيء. الله سبحانه وتعالى أكرم الكرماء، انظر كم أعطى منذ خلق السماوات والأرض إلى الآن ولا تنفذ خزائنه سبحانه وتعالى، بل كل ما سوى الله إذا ألححت عليه بالسؤال يصدك. أما الله يحب من عبده الإلحاح لأنه كريم سبحانه، فإذا عرفت الله تجد أنك لا تستطيع أن توجه نيتك وهمتك إلا له سبحانه، لأن كل ما سواه لئيم. ولذا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله لم تتعد نية النبي في لحظة من اللحظات عن الله أبدا، بل لما وقف الأرض كلها ضد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن رحمتك أوسع بي أو عافيتك أوسع لي، لافتقار المخلوق إلى عافية، إلى عافية الخالق. فواجه الأرض جميعا بمفرده صلى الله عليه وسلم، لعلمه أن همته متعلقة بالكريم القادر القوي، ولم تتعلق همة النبي في لحظة إلا بربه، لأنه هو أعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم. ولذا من تحقق بحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع لا تتعلق همته ولا أمله ولا حاجته إلا بالله، وأخذه بالأسباب تعبدي، ولكن لا تتعلق همته وأمله بالأسباب، يأخذ بالأسباب تعبدا وافتقارا لا أملا فيها ولا اعتمادا عليها ولا توكلا عليها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أخذا بالأسباب، ولكن كان في نفس الوقت أكثر الناس عدم التفات إلى الأسباب في وقت واحد، فيأخذ بالأسباب ظاهرا والقلب متعلق بالله باطنا، يأخذ الدواء ظاهرا والقلب متعلق بالشفاء من الله باطنا، يمسك السلاح ويجيش الجيوش ظاهرا ويعلم أن النصر من الله باطنا، لا من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل غيره. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فلما كانت رمية النبي بالله رمى بعض الحصاة كبشة من قبضة بشر يلقيها على جيش أكثر من 1000 مقاتل، تصيب كل عيون الجيش بالعفار، لا يستطيعها رمية بشر أن يرمي قبضة تراب في جيش وجه جيش 1000 جندي الكل يمسح عينيه من تراب رمية النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن هذه الرمية كانت بالله لا برسول الله. كنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وعينه التي يبصر بها وأذنه التي يسمع بها. لما تحقق سيدنا عمر بن الخطاب بحقائق اتباع النبي الكريم وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، كشف الله عن سمعه وعن بصره، فسمع وراء الجيش في الشام وهو على المنبر في المدينة. فهذا ليس بطاقة بشر، ولكن لما نظر بالله ولما تكلم بالله ولما سمع بالله صارت الأمور لا مكان ولا زمان ولا حواجز. سبحانه هو القوي، فكل من تعلقت همته بالله صار أقوى من كل شيء، وكل من تعلقت همته بغير الله صار أضعف من كل شيء. فالإنسان خلق ضعيفا، ولكن متى يكون قويا بالله؟ خلق الإنسان لئيما، لكن متى يكون كريما بالله؟ خلق الإنسان كفور، إن الإنسان كفور، ولكن متى يكون
عالما عارفا مؤمنا متحققا بخلاف أوصاف الكفار بمعرفة الله عز وجل. فإن تعلقت همة العبد بغير الله تخلق بأوصافه الأصلية، صار لئيما كفورا ضعيفا، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. فلما رفع همته بالله صار كريما، صار صدوقا، صار قويا، صار مؤمنا عارفا. ولذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقرب عبدي إلي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل إلي. يبقى الفرائض تكون لله والنوافل تكون لله، لا لحظ النفس ولا لحظ البشر. فإن كانت خالصة لله يحبك الله، فإذا أحبك الله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به والذي يبصر به إلى آخر الحديث المشهور المعروف المحفوظ، ولكن الصعب في التحقق به لأنه يحتاج سلوك ويحتاج مراقبة ويحتاج تخلي من كل الصفات السيئة وتحلي بكل الصفات الجميلة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النموذج فيها صلى الله عليه وسلم. يقول شعر هنا عن سيدي إبراهيم التازي. سيدي إبراهيم التازي ده ليه صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته إلهاما، اسمها الصلاة التازية، صلاة على النبي اسمها الصلاة التازية، اللي احنا كنا قلناها لكم مرة، اللي بيقول فيها: اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. صلاة التازية دي مجربة في الشدائد، لما تقولها في أي شدة تجد الفرج، مجربة. فسيدي إبراهيم التازي بقى ليه قصيدة بيقول فيها إيه في هذا المعنى، وهو تعلق الهمة بالله، وأن تكون همتك غير متعلقة إلا بالله، لا بنفسك ولا بكفاءاتك ولا بذكائك ولا بفهمك ولا بمنصبك ولا بأسرتك ولا بعشيرتك ولا بالناس حولك ولا بالأسباب التي حولك، ولكن النية تكون متعلقة بالله، والأمل يكون في الله، والاعتقاد أن الفعل من الله والثمر من الله. أما الأسباب فما هي إلا حجاب يتعبد به العبد المؤمن، وحجاب للكافر ينشغل به عن الله. فيقول: كمال الله أكمل كل حسن، فلله الكمال ولا مماري، وحب الله أشرف كل أنس، فلا تنسى التخلق بالوقار، وذكر الله مرهم كل جرح وأنفع من دلال للأواري، ولا موجود إلا الله حقا، فدع عنك التعلق بالفشار، اللي هي القشور يعني. ثم بعد ذلك: إذا علمت كمال وجوده ورفعت همتك إليه فلا ترفع إلى غيره حاجة هو موردها عليه. يبقى من كمال الأدب الحكمة اللي بعدها متعلقة بها على طول. يبقى من كمال الأدب إذا تعرف الله عليك بتعرف جلالي أو جمالي فلا ترفع حاجة أوردها الله عليك إلى غيره. هل تشتكي الله؟ حاشا لله. فلا ترفع أي تعرف أورده الله عليك، سواء هذا التعرف كان جلالي أي قهري قوي، أو كان جمالي أي حسن بالعافية وسعة الأرزاق وغير ذلك، أو قهري بنقص الأموال. إلا يبقى تعلقت همتك بغيره فناقضت المعنى السابق، واضح؟ فهي متعلقة بنفس المعنى ده. لا ترفع إلى غيره حاجة هو موردها عليه. ثم يتعجب ممن يرفع حاجته أي يشتكي الله
من الأقدار إلى غيره من الخلق في أمل أن يرفع ما به من قدر الله إلى غيره، يتعجب يقول: فكيف يرفع إلى غيره ما كان هو له واضعا؟ فكيف يرفع إلى غيره ما كان هو له واضعا؟ يعني الله هو الذي وضع هذا الأمر، فإزاي ترفعه لغيره؟ هل لغيره القوة في أن يرفع ما قدره حتى ترفع إلى غيره؟ هذا دليل على إيه؟ على انتماط البصيرة. يقول مثلا الشيخ أبو الحسن الشاذلي في بعض أدعيته: آيست من نفع نفسي لنفسي، فكيف لا أيأس من نفع غيري لنفسي؟ إذا كنت أنا آيست من نفع نفسي لنفسي، فكيف لا أيأس من نفع غيري لنفسي؟ ورجوت الله لغيري، فكيف لا أرجوه لنفسي؟ أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمي. فحقيقة الإنسان هكذا. ثم قال: من لا يستطيع، أنت لو حبيت بقى ترفع حاجتك إلى غير الله هترفع إلى غير الله، إذا كان غير الله ده لا يستطيع أن يرفع حاجته عن لنفسه، فبيتعذب، فبيجيب لك بعدها: من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه، فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعة؟ صحصح وفوق. إذا كان هو لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه، فكيف يكون لحاجة غيره رافعا؟ فوق وسط. بدل ما انت طول النهار قاعد تقول سيبني افضفض، قاعد بتفضفض للخلف، تيجي تلاقي واحد بيشتكي تقول: يا اخي اهتمني افضفض. هتفضفض لمين؟ لشويه فقراء مساكين ضعفاء لا يستطيعوا ان يرفعوا حاجه عن انفسهم فضلا عن ان ينفعوك بشيء. تخلت باخلاق سيدنا يعقوب: انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. فلم يزيله أمله أبدا أن يرفع الضر عنه وأن يأتيه بأولاده مدة 50 عاما، لعلمه بالله وعدم يأس من جمال الله، لعلمه بالله لأنه كان نبي والأنبياء هم أعلم الخلق بالله. فمن لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه، فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعة؟ أي من عجز عن إصلاح نفسه بنفسه لنفسه، فكيف يستطيع أن يصلح حاجة غيره لغيره؟ ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. سبحانه، إن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. في أحقر من الذبابة؟ في أضعف من الذبابة؟ طب خلي الذبابة تقف في أمريكا، القوة العظمى تقف هناك في البنتاجون على طبق عسل، وخلي كل أسلحة أمريكا تاخد نقطة العسل اللي خدتها الذبابة من الذباب، لجميع الأسلحة اللي أوتيت إليها لا تستطيع. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. في أضعف من الذبابة، وفي أقل من فم الذبابة، وفي أقل وأحقر مما تأكله الذبابة، لا تستطيع أن تستنقذه منه. فكيف تستنقذ من هذا الجاهل العاجز الضعيف شيء أراده الله وقدره عليه؟ ولذا عليك أن تسكن للأقدار، تسكن للأقدار سكون الصابر إن كانت مرة، أو الراضي إن كانت غير مرة، أو المحب إن كانت محبوبة، فتتقلب بين الصبر والرضا والمحب، وتقابل التعرف الجلال القهري بالجمال الباطن فيه، لأن صفات الجلال
لا تمنع صفات الجمال في آن واحد، فالله جميل جليل في كل لحظة، فيأتي بالقدر الجلالي ومعه الجمال في آن واحد. وعشان كده الناس حتى العوام يقول لك ايه، يقول لك ربنا قدر ولطف، اي قدر الجلال ولطف بالجمال في آن واحد. فإن لم ترى الجمال انظر إلى المآل، يعني مستقبل الشيء. فإن جاء القدر الجلالي ولم ترى ما فيه من لطف وجمال، فانظر أن الله سبحانه وتعالى في المآل في المستقبل بالصبر على هذا الجلال يعطيك الثواب العظيم، ويرفعك الدرجات الكبيرة، ويطهرك مما فيك من ذنوب. يبقى تخلله الجمال، إن لم يتخلله الجمال حقيقة حسا في الواقع الآن فيتخلله في المآل، أي عند لقاء الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فاهم؟ وهذا هو، هذه هي طريقة العارفين في استقبال التعرفات الجلالية، يستشعر لطف الله فيها، فإن لم يره استشعره في المآل فرضي وصبر وأحب قدر الله فيه. واضح؟ ثم يقول: إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه، الله سبحانه وتعالى رؤوف لطيف رحيم جميل جليل عظيم نافع باسط، فلن تحسن الظن به من أجل وصفه. فإن لم تستطع ولم تكن من أهل المعرفة وكنت من أهل الحجاب، أي لم ترى الجمال في الجلال لأنك لست من أهل المشاهدة ولكن ما زلت من أهل السلوك والحجاب، فحسن ظنك به لأجل معاملته معك سابقا. لو أنت مش شايف لطف الوقت ليك في القدر النازل عليك منه، تذكر كيف لطف بك دون أن تسأله سابقا. هل سألته أن تكون مسلما أصلا؟ ومن أكبر النعم نعمة الإسلام، لم تسأله، أعطاك الإسلام دون أن تسأله، لطف بك في هذا. هل سألته أن تتربى وسط أبويك ويحافظ لك على عمرهما وقوتهما حتى تصير شابا يافعا ويكرس لهم لك حياتهم لك؟ هل نظرت إلى هذه الأشياء؟ هل نظرت إلى الله كيف له أيادي لك منذ أن أوجدك وأنت في بطن أمك إلى هذا الوقت الذي جاء عليك القدر الجلالي الذي لا ترى فيه أصل الرحمة؟ فإذا لم ترى أصل الرحمة الآن، فتذكر معاملته لك سابقا لتحسن الظن به لاحقا. ولكن أهل التعرف وأهل المعرفة يروا في كل لحظة أصل الجمال متخلل مع الجمال في آن واحد، فلا ينظر أصلا إلى الخلق، ولكن باستمرار نظره إلى الله. تعلق نظر العارف بعالم الجبروت فنظر إلى عالم الأمر فوجد أن كل ما يأتي من الله خير، وتعلق نظر السالك بالملك فلما تعلق بالملك حجب بالملك عن المالك سبحانه، فعليه في هذه الحالة أن يتعرف على آثار رحمته فيما قدره في الملك في الظاهر دون أن يرى أثر الرحمة والجمال، لأنه من أهل السلوك والحجاب، فيما مضى من عمره، فينظر إلى الخلق. إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه، لأن صفات الله لا تتعصب، العارف بالله يرى الجمال والجلال في آن واحد لا تعطل صفة أخرى، يجده وهو شديد الانتقام غفور رحيم في آن واحد لا تعطل صفة، فالصفات لا تتعطل في أي لحظة من اللحظات. فالذي يرى الله الفاني في الصفات لا يحتاج إلى أن ينظر خلفه فيما سبق من أفعال، فهو يرى الصفات كاملة وعاملة في كل لحظة. إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه فحسن ظنك به لأجل معاملته معك. فهل عودك إلا حسنا؟
فهل عودك إلا حسنا؟ وهل أفدى إليك إلا مننا؟ فهناك الخواص وهناك العوام من المؤمنين. فالخواص بنوا في صفات الله عز وجل فيروا الصفات فاعلة في كل لحظة، أما العوام ففنوا في الأفعال فلا يرون الصفات ولكن يرون الأفعال الواقعة عليهم ولا يرون الصفات. فإذا كنت من أهل الفناء في الأفعال من العوام فهل أسدى إليك سابقا إلا مننا؟ وهل له عليك إلا أيادي حسنة منذ أن أوجدك؟ فلما تيأس من رحمته الآن؟ أقامك في العافية 40 عاما، كتب عليك المرض 1 أو 2، فلما تيأس من رحمته الآن؟ فعليك أن تعرف أن ما كتبه لك الآن هو عين المنة، ولكن لا تعلم أنت الحقيقة. فعليك أن تنظر للأمور بحقيقتها، حيث أنه أقامك في دار الأكدار، ولا يأتي في هذه الدار إلا الأكدار. فإذا جاءت ما يليق بوصفها فما لك تيأس منها، وصف نفسك أنك في دار الأكدار، دار النكد. فلما يجي فيها أي نكد فده العادي بتاعها، يوم ما يكتب لك شوية سعادة اعرف ان ده مكتب، لكن الأصل هي دار نكد. الأصل كده، الدنيا دي دار نكد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، هي نكد. انت بقى مش عايزها نكد، عايزها حلوة على طول، فيجي النكد ما تستحملش، مسكين ما استحملش نقلوا العناية المركزة، مسكين ما استحملش تشل، مسكين ما استحملش مد السكت، لانه مش موطد نفسه ان هو في دار الاكدار. ده هو عايز استمرار في زيادة، عايز استمرار في نعيم، عايز استمرار كل صدقة يعملها كده، عايز استمرار كل عيل يخلفه يطلع من الناس الصالحين، عايز استمرار كل زوجة يتزوجها تبقى احسن الناس، عايز باستمرار كل بيت يبنيه يبقى اوسع بيت واحلى بيت، كل عربية يشتريها تبقى احسن عربية، كل فهم يفهمه يبقى هو احسن فهم، او انتهي مش فاهم حاجة. ربك قال ولا نبلونكم بشيء من الخوف. ربنا نبهك وفهمك. اذا كان ربنا فهمك يا اخي، هو ربنا قال ان انا حدلعك في هذه الدار ولا قال انا حدلعك في الجنة؟ قال الدار دي انا حبتليك فيها، قال حبتليك. ولنبلونكم بشيء من الخوف، لازم هيخوفك شوية وهيجوعك شوية، إن لم يكن جوع حسي فجوع معنوي، إنك أنت تتعلق بأشياء ولا تحصل عليها، تبقى اسمك جوعت برضه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، لازم برضه البضاعة بتاعتك تبوظ شوية، تركب الأتوبيس تتنشل، تخش في مشروع ناس تنصب عليك وتاخده، تحط فلوسك في الريان تتاكل، واحد يبقى عنده مصنع يتحرق، وهكذا. هي كده ربك قايل لك هيحصل لك كده، هو ما خدكش على بغته، ربنا من كرمه اعلم هذا، وقال لك بعد ده كله لو صبرت بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. فهمت المساله؟ فلا تتوقع في دار الاكدار الا الاكدار. لكن احنا للاسف بقينا في جيل منحوس، كل واحد عايز اول ما يتجوز يتجوز في شقه كبيره طبقتين، يسموها ايه طبقتين ولا مستويين؟ مستويين. ويجي يخش على الشقه المستويين يلاقيها معموله مثلا بالسيراميك يقول لا انا هعملها بالجرانيت، يروح مكسر الجرانيت، بعد شويه يقول لك اصل البورسلين طلع احلى، طلع بعد البورسلين موضه ثانيه، يروح مكسر. هيعيش فين؟ قاعد طول النهار يكسر ويكسب ويكسب ويحط في التراب، ويشتغل ويرهق نفسه ويحطه في التراب، ويبيض ويعمل ويغير طقم الحمام ويتغير طقم اوضه النوم ويغير مش عارف ايه، فاهم ان السعاده هي في الرياش، دوخ نفسه وتعب نفسه ويفضل طول عمره يلهب وما يحصلش على حاجه مسكينه. لكن الصحابه ما كانش فاهمين الدنيا بهذه الصوره. الصحابي اللي فهم الدنيا على حقيقتها ان كل ما فوق التراب تراب، دخل على كسرى ونشروان بالسيف بتاعه والفرس وماشي يغرز السيف بتاعه وهو ماشي في ايه؟ في السجاجيد الايراني الشيرازي اللي السجاده منها تساوي 100,000 جنيه، هو مش عارف قيمتها، اي حاجه على الارض يا عم، ايه البتاع؟ وماشي بالسيف بتاعه يغرز فيه، مش فاهم قيمتها، اعرابي.
وجاي يكلم كسرة يقول له إن الله ابتعثنا. شوف بقى القوة، ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العالمين، وأخرجنا من ضيق الدنيا إلى تعة الدنيا والآخرة. أنت عايش هنا في السجاد والكلام، فإحنا شايفين ده هو الدين، لكن الساعة الحقيقية هي معرفة الله عز وجل. فهمت المسألة؟ إنما أنت مسكين عايز الشقة المستويين، وعايز العربية للآخر موديل، وعايز العروسة اللي هي أحلى عروسة، وفي الآخر تفهم من ده كله، تلاقي في الآخر لما تحصل على ده كله مش هو دي السعادة. افهم، ربنا يفهمنا. فيبقى الناس نوعين، ناس ترى الصفات عاملة في كل لحظة، دول الخواص يروا صفات الله في كل لحظة، الجلال معه الجمال والجمال معه الجلال في آن واحد، فالكل داء ودواء في آن واحد، الغني غناء داء ودواء، والفقير فقره داء ودواء، العفي عافيته داء ودواء، والمريض مرضه داء ودواء. حاجة غريبة أوي. ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. فالله سبحانه وتعالى إذا أعطى الغني المال، إن لم يستخدم المال في الوصول إلى الله صار هذا المال داء، وإن استخدمه للوصول إلى الله صار دواء. والفقير إن صبر على فقره ولم تتعلق همته بغير الله، ولم ينظر لما في يد الغني وقنع بما أقامه الله فيه، صار الفقر له دواء. وإن لم يقنع بفقره وتعلقت أماله بالعباد تلطم على البيوت وصار الفقر له داء. فهم؟ وكذلك المريض إن نظر لمرضه أن الله سبحانه وتعالى يكتب له بكل أنة تسبيحا وبكل سهر مع الألم أدري قائم الليل الذي لا ينام، ويكتب له وهو مريض ما كان يفعله وهو صحيح مقبول، وإن كنت فعلته وأنت صحيح فهو معلول. فإذا مرض الإنسان يكتب الله ما كان يعمله صحيحا مقبولا، فينظر المريض للمرض أنه عين العافية وعين الترقي وأنه راحة. اتزحلق في قشرة موز اتكسر، قالوا له اقعد شهر ونص في الجبس في البيت، يبقى مبسوط وفرحان لأنه قال يا سلام الشهر ونص ده الخمس أوقات مكتوبة لي في الجامع ومقبولة، وقاعد هو بيصلي وهو قاعد هناك بالسلطن في البيت وياخد ثواب الجماعة لأنه عامل الله، تلقى الأمر من الله ورضي عن قضاء الله وقدره، فكتب له ما كان يعمله صحيحا سليما مقيما مقبولا. شفت الرحمة؟ ساعتها المريض لا يتمنى إلا المرض، وساعتها الصحيح لا يتمنى إلا الصحة، وساعتها الغني لا يتمنى إلا الغنى، والفقير لا يتمنى إلا الفقر، فأقام العباد فيما أراد، فيصير كل إنسان يرضى بما أقامه الله فيه. فيبقى كل إنسان كده عارف بالله بقى ولي. فهم؟ ما هو الفرق بين الجهول وبين الولي؟ إن الجهول مش عارف ربه، إنما الولي عارف ربه، فيجد الله في كل شيء ويعرف الله في كل شيء، ولا يفتر الله في أي شيء، ولا يتعلق بغير الله للحصول على أي شيء، فهو صار عبدا لله بالمفهوم بالحقيقة، صار عبدا لله يسيره كيف شاء. فالعبد لا إرادة له ولا اختيار مع مالكه، فإن كنت عبدا لله فتسلب الإرادة والاختيار والقدرة والسمع والبصر، صفات الربوبية التي وضعها الله فيك، فتصير إرادتك هي إرادة الله، وقدرتك هي من عند الله، وسمعك بالله وبصرك بالله. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على صورته من حيث أن الله مريد والإنسان له إرادة، من حيث أن الله سميع والإنسان يسمع، من حيث أنه بصير والإنسان يبصر، من حيث أن الله قدير والإنسان له بعض القدرة. فلما صارت فيك بعض صفات الربوبية، فإن تخلقت بصفات الربوبية فيك وقنعت بما قسمه الله لك من هذه الصفات واعتمدت عليها وكلك لنفسه وأنت كلك عبد، لأن هذه الصفات ليست ذاتية فيك ولكنها من الله، وليست ذاتية من الله، فإن تعلقت بها وجدتها هواء عدم ولا حاجة، إنما أتيتها على علم عندي. فلما تعلق بقدرته وخبرته
الله سبحانه وتعالى لم يكن له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا بالمعرفة والافتقار إليه وكمال الفهم عن الله لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الظالمون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين، أي العارفين بالله، المستسلمين لأقدار الله، الراضين بأحكام الله، الفانين في صفاته أو أفعاله، فلا فعل لهم ولا صفة مع صفة الله، فصاروا عبيدا لله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فإذا سألوه يعطيهم، وإذا طلبوه يعطيهم، وإذا استعاذوا به يعيذهم، لأنهم صاروا عبادا خلص لله. فهم؟ أنا بجيب الحكم المتعلقة ببعضها ورا بعضها علشان ما أقدرش أعيد كل يوم وأجيب، فأنا آخر حكمة بقى متعلقة بالموضوع السابق. ونقوم نصلي. أسلمت وقعت وعناص فاضية، تعملوا إيه بقى؟ فبيقول العجب، كل العجب ممن يهرب مما لا انفكاك له عنه ويطلب ما لا بقاء له معه، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فبيتعجب كل العجب من تصارع الناس والحصول على ملذاتهم الدنيوية أو ملذاتهم القلبية. فالملذات الدنيوية في الشهوات، المآكل والمناكح والمشارب، والملذات القلبية حب الجاه والظهور والشهرة والسيطرة والانتقام والقهر وغير ذلك. وكل هذه الأشياء كلها متعلقة بالدنيا، والدنيا فانية. هب أن الله أعطاك كل ما تطلبه الآن، ثم بعد ذلك سلبت الدنيا وانقضت الدنيا، ماذا استفدت؟ لم تستفد شيء. فلذا يقول العجب كل العجب ممن يهرب مما لا انفكاك له عنه، يهرب من الآخرة اللي هي لابد حيروح، ويهرب مما يجعله سعيد في الدار الآخرة اللي هي باقية اللي هتستمر معاك، ويطلب ما لا بقاء له معه اللي هي الدنيا. قاعد كل النهار بيلحس في الدنيا، عايز وعايز 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 وعايز. طب ما انت هتسيبها، هتسيبها خلاص، بعد شوية هيكبروا عليك أربع ويهيلوا عليك التراب، والشوية دي ممكن تبقى بعد لحظة. يعني في واحد صلى معانا صلاة ختام القرآن الماضي 15 ليلة 15 رمضان، وصحيح معافى، صحيح معافى ليس مريض، فجر نفس يوم الختمة دي صلى في مسجد آخر ومات، والله ده اللي حصل. فالموت قريب أوي. تفتكر الجدع ده الله يرحمه لما حضر معانا الختمة كان متصور إن دي آخر عيشة هيصليها، وإن دي آخر تراويح هيصليها، وإن ده آخر رمضان هيجي عليه. راجل في شبابه عادي، في منتصف العمر 45 سنة 46، ما يوصلش 50 من عمره، يعني من الجيل بتاعنا بتاعنا يعني. فتصور أنت أن الموت قريب قد إيه، فأنت قاعد بتلهث في الدنيا وعندك أمل طويل قوي يا أخي. ليه كده؟ ليه كده يا أخي؟ أنت بصيرتك ليه مضلمة كده؟ مش صح ده. وعشان كده هو نفسه بيتعجب، سيدك ابن عطاء اللي نفسه بيتعجب منك واللي انت عامله في نفسك. فبيقول العجب كل العجب ممن يهرب مما لا انفكاك له عنه، القبر والحساب والآخرة والوقوف بين يدي الله لا انفكاك له عنه. فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ هتروحوا فين؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. فروا إلى الله. هتروح انت فيه مهما كسبت كل حاجة، هب انك كسبت كل حاجة. حتى بيقول لك هنا في شعر بيقول ايه، هب الدنيا تساق اليك عفوا، يعني جات لك كده حظ يا نصيب، قالوا لك قالوا انت كسبت الدنيا مبروك، تعال اتصل برقم كذا هنديها لك عفوا بدون مجهود. قابلك طارق علام في دهب ذهب، وقال لك مش الدج ليه دهب، بعد ما طلع روحك وسألك سؤال غريب متحور
لا ده لك كده عفو، مش الدك بقى جنيه ذهب يا عمي، ده دك الدنيا. قال لك احنا هنخليك تحكم الارض وتملك الارض، مش تحكمها دون ان تملكها، لا ده انت تملكها وتحكمها. هب تصرف، هب الدنيا تساق اليك عفوا، اليس مصير ذاك الى زوالي، وما دنياك الا مثل ظل اظلك ثم اذن بارتحالي. ده انت يا ابن الناس اول ما هيقول لك انت الدنيا بتاعتك بقت بتاعتك هيجي لك سكته قلبيه من فرحه وهتسيبها، فانت برضه هترتاح. يعني انت قاعد مرحوم، قاعد ميت حقيقي، احنا كلنا اموات، دي الحقيقه، لان متعلقين باشياء ميته فنيه. وعلشان كده بيقول العجب كل العجب ممن يهرب مما لا انفكاك له عنه ويطلب ما لا بقاء له معه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الشيخ أبو الحسن الشاذلي بيقول إيه؟ عمى البصيرة في ثلاث، إرسال الجوارح في معاصي الله، يعني أنت تشوف أعمى البصيرة تعرفه بثلاث علامات، لو كانت فيك اعرف أن بصيرتك عميانة، فتحها بقى علشان يخترقها شعاع البصيرة، ثم تفتح تصبح في عين البصيرة، ثم تبحلق تصبح في حق البصير، حكمة الباب. فبيقول عمل بصيرة في ثلاث، إرسال الجوارح في معاصي الله، والطمع في خلق الله، والتطمع بطاعة الله. هي دي الثلاثة، دي عمل بصيرة في الثلاث حكم. دول ناس كانوا حكماء، ربنا ألقى الحكمة في قلوبهم، تلاقيهم كلامهم كده حكم. عمل بصيرة في ثلاث، إرسال الجوارح في معاصي الله، والطمع في خلق الله. الإمام الشافعي يقول إيه؟ علمت أن القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها ممتثل، فلا ذا يراني على بابه، ولا ذا يراني به منهمس. فصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك. لا طمع فدا ولا طمع فدا ولا حتى أمل فدا، بسيط. إنما تصور أنت عايز تبقى عضو مجلس الشعب، تعمل إيه؟ تلف على كل بيت وتتحايل، أو ما تنسوش الصوت ده، تنسوش مش عارف إيه، وتبدأ في الحديث وتعمل ده وتطبطب على ده وتتحايل على ده، أملك في الناس. فهمت إزاي؟ المناصب. فيبقى كل عملك للمناصب، فطمعت في الخلق. ومش كده وبس، ولما انشغلت بالخلق وطمعت فيهم، انشغلت الجوارح عن طاعة الله فانشغلت بمعاصي الله. لأن إما الطاعة يا في غفلة، أنت يا في طاعة يا في غفلة، والغفلة نوع من المعصية. فهمت؟ ثم بعد ذلك إذا طلبت الحق الذي هو لا انفكاك له عنه، وتركت الدنيا التي هي سوف تنفك عنها وتنفك عنه، عليك أن ترحل إلى الله. فلما تيجي بقى ترحل إلى الله، ارحل إلى الله فعلا، ما ترحلش من كون إلى كون. تقول أنا هرحل إلى الله بقى علشان تحصل لي الكرامات، وعلشان أشوف حور العين، وعلشان أتمتع بزخارف الجنة. فرحلت من الأكوان إلى الأكوان يا مسكين، رحلت من كون إلى كون، ولم ترحل من الأكوان إلى المكون، فلم ترحل من الأكوان إلى الله، ولكن رحلت من كون إلى كون، رحلت من ملك إلى ملكوت، والكل أكوان، والكل سوى الله، وكل ما سوى الله باطل. فتأتي الحكمة التي نقولها إن شاء الله غدا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.